مرحبا بكم في الحلقة 14 من السيارة البيضاء. سوف نحاول ركن السيارة في المكان المخصص لها. شاهدوا معنا، ناقل الحركة إلى الوراء، ثم يجب أن نلف هكذا، نرى في الخلف، ناقل الحركة إلى الأمام ثم إلى الوراء. يجب أن نتوقف إلى الأمام. ثم إلى الخلف ببطء شديد، لا يجب أن نمس أي حاجز من هذه الحواجز. نرى في الخلف، نتوقف قليلا ثم نعيد الكرة مجددا. أظن أننا شاهدوا معنا، هل سوف نستطيع اجتياز المرحلة؟ لم نستطع، سوف نعيد مجددا، لا يهم. إذن شاهدوا معنا، ناقل الحركة إلى الخلف، شاهدوا معنا ببطء شديد، سوف نحاول أن نلف بهذه الطريقة. ثم إلى الأمام، إلى الخلف قليلا، ووصلنا. شكرا لكم وإلى اللقاء. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that